اسم يتردد دائما على لسان الجميع في الكرة الإنجليزية، هو أحد أفضل المدربين في التاريخ. سطر حروف اسمه من ذهب كمدرب السير ألكسندر تشامبن فيرغسون. مسيرته الكروية بدأت مع نادي كوينز بارك عام 58 في 17 من عمره. انتقل إلى نادي سان جونسون عام 60، لعب بعدها مع عدة فرق سكوتلندية حتى اعتزاله عام 74، سجل خلالها 169 هدفا في 327 مباراة. المدرب الأسطورة استلم قيادة بعض الفرق الاسكتلندية، أبرزها نادي أبردين الذي حصد معه لقب الدوري المحلي 3 مرات، وأحرز الكأس 4 مرات، وفاز معه بلقب كأس أوروبا للأندية أبطال الكؤوس وكأس السوبر الأوروبية. تولى بعدها تدريب مانشستر يونايتد في 6 نوفمبر عام 86، حقق معه 49 لقبا رسميا، 13 منهم للبريمير ليج وخمسة ألقاب في كأس الاتحاد الإنجليزي، بالإضافة إلى 4 ألقاب لكأس رابطة أندية المحترفين ولقبين بدوري أبطال أوروبا ولقب بطولة أوروبا للأندية أبطال الكؤوس ولقب كأس السوبر الأوروبية. في مشواره التدريبي استخدم أكثر من 2500 علكة أثناء مباريات الفريق الإنجليزي. ابن 72 عاما أعلن اليوم تقاعده عن تدريب بطل الدوري الإنجليزي بعد 27 عاما قضاها داخل عرين الألترافورد. سيغيب فيرغسون مدربا، لكن سيكون حاضرا كمدير وسفير رسمي للفريق بعد أن يختم مشوارهم مع مانشستر يونايتد أمام ويست بروميتش ألبيون في 19 من الشهر الجاري. ديما محمد السائح، العربية.